نور، محطتنا التالية رح نتعرف فيها على يمكن جهود تطوعية وآليات جديدة للدعم النفسي أثرها على أطفال التوحد، وكيفية التقييم لهالأطفال من الناحية النفسية بخطوات جديدة ضمن هالمجال رح نتعرف عليها أكثر مع طبعا ميسم الحصرية. يسعد صباحك وأهلا يسعد وسهلا صباحك. فيكي. صباح الخير. يسعد صباحك صباح ميسم. الخير. خلينا بالبداية نحكي عن أهمية الدعم النفسي لأطفال التوحد بعمر مبكر، لأنه فعلا بيكون في أثر كتير إيجابي وتحسن بالحالة النفسية للأطفال. تماما، اول شيء حابه اصبح عليكم، وثاني شيء كثير الموضوع مهم، لان احنا صرنا عم نشتغل مع طفل التوحد على انه هو عم نعطيه اليات تدريب وتاهيل. يعني انا بدي اهلك لحتى مثلا تاكل تشرب تعتمد على حالك، بس ميسم ابدا مو مع هذا الشيء. يعني من خلال تجاربه بقول لا، انه هو انا اذا بدي احوله لطفل طبيعي فلازم اعطيه حاله نفسيه صحيحه. فكل ما كان الوقت مبكر وكل ما كان أنا عم بكتسب هذا الشيء بعمر أصغر، كل ما فيني أنا أوصل لحالة نفسية تكون طبيعية أكثر بالوقت الجاي. يعني أنا مثلا الخصائص النفسية للطفل اللي عمره 2 سنين بتختلف عن الخصائص النفسية للطفل اللي عمره 3 سنين، ولكن هي بتتطور تطور طبيعي. فأنا لما بده يجيني طفل عمره 3 سنين وأعطيه الخصائص النفسية لعمر 2 سنين، مثل مثلا إنه هو وقت يشعر بالانزعاج يعبر عن هذا الشيء، وخاصة بيقولوا عن طفل التوحد الدعم النفسي هو إنجاز، لأنه ما بيكون في عنده تعبير عن مشاعره، ما بيكون قادر يستجيب للمثيرات بشكل صحيح. يعني بيكون في عنا استجابة للمثيرات ولكن مو بطريقة واضحة، أحيانا تدلنا على التشخيص الصحيح. فنحن إذا اكتشفنا أو قدرنا نكتشف هذا الطفل بعمر 3 سنين شو الشيء كلغة جسد، شو الشيء اللي هو عم يعمل له ردات فعل، شو الشيء اللي عم يعمل له استثارة عصبية، شو الشيء اللي ممكن يعطيه الشعور بالفرح، شو الشيء اللي ممكن يريحه، شو الشيء اللي ممكن يزعجه، فأنا بكون قطعت على حالي مشوار طويل. بيصير عندي الهم الثاني إنه أنا بس وظف له هذا الشيء بتصرفات أو فينا نقول بردود فعل مناسبة. فبالعمر المبكر فينا نحن نبلش نختبر الخصائص النفسية لكل طفل، أو خصائص الدعم النفسي، أو نقدم الدعم النفسي لكل طفل بعد سن 3 سنين، لأنه أنا بالسنة الأولى والسنة الثانية ما بيكون في عندي تطور نفسي طبيعي عند أطفال التوحد. يعني بعد 3 سنين حتى نكتشف إذا في أعراض للطفل من الناحية أو اضطرابات نفسية بتظهر عليه بتصرفاته يمكن أكثر ميسم؟ هلأ فينا نقول إذا بدنا نقدم دعم نفسي فنحن بنبلش بعد 3 سنين، أو إذا بدنا نفوت على شيء اسمه تشخيص الحالة النفسية لطفل التوحد بنبلش بعد 3 سنين. بعد 3 سنين تماما. ولكن أنا فيني اكتشف إذا الطفل عنده توحد من عمر الأشهر، يعني من الشهور، بيكون من طريقة الرضاعة، من الاستجابة. يعني إحنا بنعرف إنه الطفل بتمن الشهور إذا أنت طالعتي أصوات غريبة أو طقيتي بالون أو أحيانا فرجيتي مثيرات ضوئية ممكن يلتفت. أما الطفل التوحد طبعا الكلاسيكي تحديدا أو التفككي بنلاحظ في اختلاف. التفككي فعلا ما بيظهر لبعد 3 سنين، بينما الكلاسيكي بتبلشي بتلاحظيه من اول الاشهر. يعني ما بيكون عنده هذا التفاعل، ما بيكون عنده تعلق بالام مثل الطفل الطبيعي، لان الطفل الطبيعي بنتعلق بامه بهذا العمر، ما بيتركها، بضل بحضنها اما طفل التوحد بتلاحظي انه ممكن يتعلق باي شخص. تماما، انه ممكن يتعلق باي شخص يحمله. فنحن كتوحد فينا نقول انه فينا نشخص التوحد من الاشهر الاولى، ولكن فعلا كتقديم دعم نفسي يكون حقيقي ويكون له اهداف مرجوة صح، فنحن بنقول انه بنبلش بعد 3 سنوات. بس ميسم فينا نقول في اضطرابات نفسية بترافق طيف التوحد للأطفال؟ طبعا طبعا، وخاصة الأطفال اللي هن أول ما لاحظوا أهلهم فحاولوا يعزلوهم، لأنه في أساسا حالة نفسية غير سليمة فممكن يرافقها اضطراب نفسي. تماما، مثل نحن بنقول إنه الطفل صار مثلا وصل لحالة علاجية معينة، ولكن هذا الطفل ما بينسجم مع الآخرين، معناته أنا ما وصلت معه بحالة نفسية فيني أقول إنه علاجية صح، معناته أنا في عندي الجانب النفسي أو كان في جانب هو بحاجة دعم نفسي أنا أهملته بهي الفترة. نفس الشيء الأطفال اللي نحن بنقول إنه هن بيقدروا يلعبوا مع كل الأطفال، بيحبوا كل الأطفال، ولكن ما بيقدروا يعبروا عن مشاعرهم اتجاه الأطفال. هذا هدف يبين، أو خلينا نقول إنه ماهيته هي ماهية تعبيرية وماهية التواصل، ولكن هو بيكون نفسي.
مثل الشيء اللي على طول انا بحكي عنه وبحذر منه اللي هو الدمج. انه ممكن اذا كان عندنا تاتش باول موقف تعرض له طفل التوحد من رفض من زملائه، فممكن يعمل له يعمل عنده حاله تعميم، بصير بدي خطوات دعم نفسي، بتبلش من الإسعاف النفسي الأولي وانت رايحة لكل الخطوات، وكأنك عم تشتغلي على موضوع نفسي كامل لحتى بلش أنا أرجع أدمجه. فعطول بيسألوني إنه التأثير على مين بيكون أكبر، على الطفل الطبيعي ولا على طفل التوحد؟ فبيستغربوا من ردة فعلي، التأثير الأكبر بيكون على طفل التوحد. الطفل طبعاً. الطبيعي بلاحق ممكن انت بالايام انه لا ماما مثلا، لا بيبي انه لا نحن في عنا هي المشكله، هذا الطفل عنده مشكله. اما طفل التوحد بده يكون عمم، لانه هو عنده قدرات عاليه على التعميم للمواقف الاجتماعيه. نعم ميسم، يعني عم نلاحظ كثير حاليا كثير من الاطفال، يعني على كمان انه مثلا في اغلاط عند الاهالي انه بضلوا حاطين لهم التاب او الفيسبوك كذا، وعندهم يمكن تاخر بالنطق بالتفاعل بالحركة، عدم التركيز، هذا الشيء عم يخلطوا فيه الأهالي بينه وبين التوحد. احكي لنا عن يمكن الآليات اللي ممكن يتعاملوا مع الأهالي، هل يتجهوا دغري لمختص حتى يطلعوا أولادهم من هي المشكلة، أو حتى كيف مثلا ممكن قبل ما يقعوا بطيف توحد أو التوحد يكون عندهم؟ هلا أنا على طول بكون اختصاصية وبنفس الوقت بكون أم وبكون أنا، يعني خلينا نشوف نحن حالنا قديش تغيرت من 6 سنين او 7 سنين لليوم. كنت انا ممكن طالع كتاب واقرا بكتاب، هلا صرت لا ممكن افتح الصفحه اللي بدي اياها وطالع منها المعلومات اللي بدي اياها. فالواقع تغير، يعني خلينا نكون واقعيين، الواقع تغير. فاني انا غير الواقع اتجاه طفلي وما غيره اتجاه نفسي، فهذا بيكون غلط. واني انا اقول انه انا لا بس قدام طفلي ما رح اكمش ايبادي او ما رح اشتغل الكترون، ما هي صارت وسائل عمل، وسائل التواصل، خلينا نقول انه هي صارت تكنيك من 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 حياتنا الواقعيه اللي نحن عايشينها. فانا عم حاول اتجه بهي الفتره ان شاء الله يكون اقدر بالايام الجاي عن هذا الموضوع، لانه منتشر، يعني منتشر كثير. تمام، منتشر هي الوسيله الوحيده الاهل اللي بيعبروا عنها اولادهم وبيلهون مشان انشغال بالعمل وكثير من التفاصيل. تمام، وبتلاقي الام انه انا بدي احرم ابني من الموبايل، انه صار همها انه هي تحرم ابنها من الموبايل. فنحن صرنا بدنا نتجه اتجاه جديد، ليش ما يكون في عنا تعلم عن طريق عن طريق النت أطفال او عن طريق التوحد؟ بيركزوا بالقصص اللي على الموبايل ولا لا؟ تماما، هي بتكون تفاعلهم مع النت والاتصالات أكثر. وفينا نقول الموبايل والايباد بيكون هو أكبر. اسرع وبيكون اكبر، لان بتكون في مثيرات بصريه اكبر. فلا خليني انا اتجه اتجاه ثاني، اوكي انا بدي اغير طفلي، بدي اسعى انه هو يتحسن بشكل او باخر، بس فيني انا استغل هذا الشيء لمعالجته او فينا نقول لتطوره. فخلينا نكون، برجع بقول انه خلينا نكون واقعيين، ليش ما نستغل هذا الشيء بانه يكون؟ ولكن هذا ما بيعني اني انا سلم الموبايل لابني او الايباد لابني واقول له اختار انت الموضوع اللي بدك اياه. لا، اوكي انا بعطيك الايباد او الموبايل لدقائق معينه، بكون انا محددتها كهدف، بيكون الهدف منه هدف انا بدي اياه. مثلا وقت انا بتجي ام بتقلي انا طفلي ما عم يعرف يفرش اسنانه، اوكي فينا نعتبره مهاره. بيحب ابنك الموبايل؟ اوكي، بضل بايده كل النهار؟ ايه لا، تعم فرش اسناننا لاعطيك الموبايل وصورك تشوف انت كيف كنت عم تفرش اسنانك. اولا بقيم هو وين كان في خلل لما بشوف فيديو مقابل، وثانيا انا بكون عززته بالشيء اللي هو بيحبه، ثانيا ما بكون طلعت من واقعي لانه انا قدامه عم بمسك الموبايل. فلا انا صرنا باتجاه ثاني، احنا بنقول انه نبعد الطفل قدر الامكان عن الالكترونيات وعن وسائل الاتصال هي اللي بتكون عشوائية، ولكن بالمقابل خلينا نكون واقعيين، فنحن نعمل له توقيت مناسب لهذا الشيء. يمكن الحديث عن عالم الطفولة بيطول، لكن فعلا يجب دائما مواكبة آخر وسائل التطور بهيدا المجال، لأنه بتنعكس إيجابيا على أطفالنا. وفينا نقول كمان مثل ما قلتي ميسم، دائما بتقولي معنى طيف التوحد مع
التدريب ومع المهارات ومع الممارسة بشكل يومي، ومع الأيام تنعكس علينا نحن نطلع من هذا الإطار النفسي يندمج الطفل يعني بالمجتمع. فأكيد رح نكمل حديثنا بالحلقات القادمة. نتشكرك أكيد على وجودك معنا. شكرا لكم، نتمنى دائما السلامة الصحية لجميع أطفالنا. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. شكرا لك ميسم، وعن جد بنتمنى أنه يمكن هي الأشياء الصغيرة عم تحكيها أنه فعلا يطبقوها الأهالي، خاصة مثل ما قلنا نحن يمكن في أغلاط كثير عم تصير تبعا لنمط الحياة السريع اللي عم نعيشه. صحيح. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا كثير.